اليوم ككل سنة نحتفل بهذا التاريخ العزيز علينا 14 جانفي 2023، 12 سنة بعد الثورة، معتزين بهذا التاريخ، معتزين بالمكتسبات التي حققناها وسالة نزال نناضل من أجل تعزيزها وتدعيمها. اليوم رسالتين: متمسكين بثورتنا، ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي، وكذلك لا مجال للرجوع للارتداد على هذه المكتسبات. اليوم أهم مكسب هو حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلميين. هناك محاولات الارتداد على حول هذه المطالب. اليوم هبطنا لشارع حبيب بورقيبة باش نقولوا أنه لا مجال للارتداد على هذه المكتسبات. تجليات ذلك هي المرسوم 54 اللي نشوفوا فيه ضرب لحرية الرأي والتعبير. طالبنا بسحب هذا المرسوم. اليوم نطالب بسحب هذا المرسوم وسحب كل المراسيم التي تتنافى والحقوق والحريات. اليوم 14 جانفي متمسكين به، وسنواصل الاحتفال به، وسنواصل الدفاع على الحقوق والحريات ومزيد افتكاك حقوق وحريات أخرى. نحن اليوم في الشارع لإحياء ذكرى 14 جانفي، ذكرى الثورة. أنا واثق بأن قيس سعيد حب يلغي الذكرى هذه لخوفه من طور جديد من الثورة. صحيح وأنه بعد الثورة صاروا برشا تقلبات، حكومات متعاقبة دارت ظهرها لمطالب الشعب، تلهات بالصراعات على السلطة من أجل الامتيازات والمواقع، وواصلت في نفس الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية انتع بن علي. هذاك علاش طبيعي باش البطالة تزيد، الفقر يزيد، الجوع يزيد، التبعية تزيد. قيس سعيد جاء ماهوش باش يصلح الأوضاع هذه، بل بالعكس باش يحافظ على نفس المنظومة. الشعب هذا مش يبقى ساكت، ولا أعتقد وأنه الساعة هذه بعيدة برشا. التوانسة مش يتلموا كيما تلموا في 14 جار في قدام الداخلية، وإلا مش يتلموا له قدام القصر ومش يقولوا له ديجاج. أنا واثق بأن هذا الشعب باش يحقق الهدف نتاعه، شغل حرية كرامة وطنية. كما ايضا تاريخ 17 ديسمبر هو تاريخ مهم برشا بالنسبه لنا، هو الشراره التي اندلعت فيها الثوره. ليس هناك تفريق بين هذا التاريخ او ذاك، فحبينا نقولوا انه الثوره استحقاقاتها، شعاراتها، الحريه، الكرامه الوطنيه، العداله الاجتماعيه، المساواه، انهاء التمييز، انهاء محاكمه الراي اللي قاعده تصير توا وفق المرسوم 54. هذه كلها مطالب وشعارات احنا متمسكين بها، متمسكين باهدافها، وان شاء الله مع المجتمع المدني قلنا انه يجب ان تتواصل هذه المسيره من اجل الدفاع عن الحقوق والحريات.